كتبت هذا القصيدة كتعبير على الوضع الذي تمر به البلاد من تردد الخدمات وغلاء المعيشة وانقطاع الكهرباء والمياه وإلى آخره. كنا قال شركان موضوع عدن بالعصابات، كل مسؤول في الدولة مسيله عصابة، عاد فيروس كورونا خفيف الإصابات، بس هذا الوباء ما واحد إلا أصابه. سته أعوام وابن العاصمة دون خدمات، مظلمة لا بها كهرب ولا ما خرابة، والغمامة في الشارع شبيه المطبات. غلاء نار واسعار السلع للزيادات، كل تاجر يسعر له بلية رغابة، والريال اليماني مات للسبع موتات، كل محيوه جت جلطة وهارت عصابة، والرواتب سغاها الله زمان المعاشات، لا رواتب ولا خدمات، عيشه كآبة، والتحالف سبب كل الفتن والصراعات، من يظنه بري مجنون فاغت صوابه، والذي ما يبو غير تفتيت اليمن لا دويلات، لجل يصبح بها القانون قانون غابة، والذي ما يصدقني يعيد الحسابات، لجل تظهر له الغلطات ذي في حسابه. سته اعوام للشرعيه راحت ولا جات، ليش ما عادت الشرعيه بعد انسحابه؟ ويش من شرعيه يا ذاك وش من قيادات؟ كل ابوهم غنم من ذي تربي الحبابه، حوشتهم بداخل حوش جنب الجوازات، لي اللوحد هرب يصبح عشاء للذيابه، واصبح الوضع ماساوي بكل القياسات، كل واحد يبى السلطه لحضره جنابه، السرق والطرق والبلطجه والحثالات، كل سافل على ذا الشعب يطلق كلابه، من سلم من جحيم الحرب بالاوبئه مات، والحكومه حجاب الله عليها حجابه. شقة في المملكة والبعض راح الإمارات، كل واحد وهمه كيف يرفع حسابه، والصلوا على المختار خير البريات، ما يرش عد ما رش حبات المطر من سحابه.